اول حاجه ان لازم يكون عنده سكيل تجاري وبطاقه ضريبيه اوكي، وعنده ستاف يعني موظف على الاقل 2 أو 3 مؤمن عليهم تمام، ويكون عنده حسابات منتظم تمام، وان هو يتصنف من اول الراجل اللي هو بيبيع الشقق العاديه جميل لغايه الشركات الكبيره اللي بتبيع كومباوند وكلام زي كده، ويتم تصنيفهم برضه في زي بالظبط المطور فيها الف فيها ب ج د وهكذا، بحيث برضه حضرتك ان مش اي واحد هتجيب التعاقد معاه يقولك ان انا راجل بروكر، انا لازم عندي ثابت اعمال، لازم يكون عندي دراسه كافيه بالمنطقه اللي انا شغال فيها، يعني المفروض حضرتك تتقسم زون، يعني انا ما ينفعش اشتغل بروكر على مستوى الجمهوريه، يبقى المفروض حضرتك التجمع للبروكر بتوعه 6 اكتوبر للبروكر بتوعه اسكند، كل حي او كل منطقه ليها مجموعه من البروكر بتاعتها، ما ينفعش ان يبقى بروكر على مستوى الايه الجمهوريه ككل.